بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن يا كريم. الحمد لله على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه ولا في سمائه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً دائمةً إلى يوم لقائه وسلم تسليمًا. وبعد، فيجب على المسلمين بعد موالاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصاً العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأئمة قبولاً عاماً يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء به حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجةً لنا لا حجةً علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فإن مسائل الدين يقسمها العلماء إلى قسمين. القسم الأول: مسائل إجماعية، وهي التي اتفق المجتهدون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته فيها على حكم شرعي، كما هو معلوم من تعريف مسائل الإجماع. وهذه المسائل الإجماعية ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه أنها من حيث الوقوع أكثر من المسائل الخلافية. فالمسائل الإجماعية من جهة وقوعها أكثر وقوعاً من مسائل الخلاف. وذكر مثالاً لهذا، وهو أن العالم أو أن المفتي قد يفتي في
1000 مسألة من مسائل المواريث في وقت وجيز، ولا يحتاج إلى أن يفتي في مسألة خلافية منها إلا في عدد قليل. فالمسائل الإجماعية من حيث الوقوع أكثر من المسائل الخلافية، ولهذا فإن الحاجة إلى معرفتها ماسة جداً، ولهذا ألف العلماء مصنفات في مسائل الإجماع كابن المنذر وغيره. وأما من حيث العدد فلا يخفى أن مسائل الخلاف كثيرة جداً، فهي أضعاف مسائل الإجماع، لكن مسائل الإجماع من حيث الوقوع أكثر من مسائل الخلاف، ومسائل الخلاف من حيث العدد أكثر من مسائل الإجماع. والقسم الثاني مسائل خلافية، وهذه المسائل الخلافية تتنوع إلى نوعين. النوع الأول مسائل اجتهادية، وعرفها شيخ الإسلام رحمه الله في عدد من كتبه بأنها المسائل التي لم يرد فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً، المسائل التي لم يرد فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً. وأما المسائل التي ورد فيها دليل يجب العمل به ودليل يدل دلالة ظاهرة، فهذه ليست مسائل اجتهادية، لأنه لا يجوز الخلاف حينئذ، لا يجوز مخالفة الحديث الذي دلالته ظاهرة، فتخرج المسألة حينئذ من أن تكون من مسائل الاجتهاد. أما مسائل الاجتهاد فهي المسائل التي لم يرد فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً، وأمثلتها كثيرة، كمسائل الخلاف التي يذكرها العلماء في الطهارة، كمسألة النية في الوضوء هل هي واجبة أو ليست واجبة، والمسائل التي يذكرها العلماء في العبادات والمعاملات والأنكحة، ووقع فيها خلاف بين الأئمة، فهذه المسائل من قبيل مسائل الاجتهاد. القسم الثاني مسائل لا يسوغ فيها الاجتهاد، وهذه تقابل النوع الأول. قل النوع الثاني مسائل لا يسوغ فيها الاجتهاد، وهي المسائل التي ورد فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً. نحن عرفنا أن النوع الأول ما هو؟ المسائل التي لم يرد فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً. أما هذا النوع وهو الذي لا يسوغ فيه الخلاف، فهو المسائل التي ورد فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً، وحينئذ إذا خالف شخص في هذه المسألة مع علمه بالدليل وفهمه لدلالته فإنه لا يجوز له ذلك، لأن هذه المسألة ليست من مسائل الاجتهاد، وإنما هي من مسائل الخلاف. فهذه النوع ليس من مسائل الاجتهاد، وإنما هو من مسائل الخلاف، ومسائل الخلاف أوسع من مسائل الاجتهاد، فكل مسألة من مسائل الاجتهاد تعتبر من مسائل الخلاف، وليس كل مسألة من مسائل الخلاف تعتبر من مسائل الاجتهاد. ولهذا
يقول العلماء لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ولا يقولون لا إنكار في مسائل الخلاف، لأن مسائل الخلاف منها ما فيه إنكار، وذلك كمسألة نكاح التحليل مثلاً، وهي أن ينكح الرجل امرأة من أجل تحليلها لزوجها الذي طلقها ثلاثاً، فهذه المسألة ليست من مسائل الاجتهاد، وإنما هي من مسائل الخلاف. وكذلك خلاف بعض العلماء في بقوله بجواز إتيان النساء في محاشهن أي في أدبارهن، فهذا الخلاف ليس من مسائل الاجتهاد، وإنما هو من مسائل الخلاف. وهكذا كل مسألة فيها دليل دلالته ظاهرة على الحكم فإن الخلاف فيها لا يجوز، لأنها ليست حينئذ من مسائل الاجتهاد، وإنما هي من مسائل الخلاف. ومن خالف في المسائل الإجماعية أو خالف في مسألة اجتهادية بعد وضوح الدليل وظهوره فإنه حينئذ لا يرتفع عنه الملام، وإنما يرتفع الملام عمن خالف في مسائل الاجتهاد. ولهذا ألف المصنف رحمه الله كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يعني في مسائل الاجتهاد، فإن اللوم عنهم حينئذ مرتفع. أما من خالف في مسألة إجماعية بعد علمه بالإجماع أو مسألة مقطوع بالحكم فيها أو مسألة الدليل فيها ظاهر مع علمه بذلك فإن اللوم عنه لا يرتفع. أما هل يأثم أو لا يأثم، هذه مسألة سيأتي كلام ابن تيمية رحمه الله عليها في تضاعيف هذا الكتاب النافع. وإذا تقرر هذا فالخلاف له أسباب، ولهذا عني العلماء رحمهم الله بالتأليف في بيان أسباب الخلاف، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد ألف هذا الكتاب وهو رفع الملام عن الأئمة الأعلام لبيان أسباب الخلاف بين العلماء. وهو في هذا الكتاب لم يسمي كتابه، لم يذكر اسم كتابه، ولكنه ذكره في بعض كتبه الأخرى، وصرح بأن اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وقد ألفه بعد أن خبر مقالات الناس وعرف الخلاف في مسائل الأصول ومسائل الفروع. ويعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أعلم الناس بأقاويل الناس في الأصول وفي الفروع، حتى إنه يذكر في ترجمته أنه مفتي الفرق، مفتي الفرق، حتى إنه يقول عن نفسه إنه أعلم بالمقالات من أصحابها، حتى إنه إذا ناظرهم يظنون أنه منهم لولا ما يقرن ذكر أقوالهم بذمها، فيظنون أنه من علمائهم لشدة معرفته بأقوالهم، لولا ما يقرن ذكر هذه الأقوال بذمها. وهذا الكتاب نفيس جدا، وقد بناه المصنف رحمه الله على مقدمتين تأصيليتين ذكر في
هذه المقدمة ذكر في المقدمة الأولى وجوب موالاة المؤمنين عامة والعلماء خاصة، وذكر في المقدمة الثانية أن الأئمة الذين اتفقت الأمة على قبولهم لا يتعمد أحد منهم مخالفة الدليل، وإذا خالف الدليل فإنه حينئذ لا بد له من عذر في مخالفته. فإذا المقدمة الأولى ما هي؟ المقدمة الأولى وجوب موالاة المؤمنين عموماً والعلماء خصوصاً، والمقدمة الثانية أن العلماء المقبولين الذين اتفقت الأمة على قبولهم لا يخالف أحد منهم الدليل، وإذا خالفه فلا بد له من عذر. ثم ذكر 10 أعذار للعلماء في مخالفة الأدلة، وهذه الأعذار سماها أسباباً، فذكر 10 أسباب. وفي بعض مؤلفاته رحمه الله ذكر أنه أورد في رفع الملام 20، أكثر من 20 سبباً، وهذا لا ينافي ما ذكره في الكتاب، لأنه ذكر 10 أسباب ثم ذكر في آخر الكتاب 12 وجهاً جواباً عن اعتراض أورده ثم نقضه، فتكون كلها أكثر من 20 وجهاً إذا جمعنا الأسباب التي ذكرها والإجابات التي ذكرها في آخر الكتاب فإنها تكون أكثر من 20 سبباً. ولما فرغ من ذكر الأعذار 10 وهي الأسباب 10 أورد مسألة، وهي أن العالم إذا خالف دليلاً فيه وعيد فهل يناله هذا الوعيد الوارد في الحديث أو أنه لا يناله؟ ثم أجاب عن هذه المسألة، ثم ذكر اعتراضاً وأجاب عنه 12 وجهاً، فهذا هو مضمون الكتاب الذي يتألف منه، ذكر فيه مقدمتين تأصيليتين 10 أعذار ومسألة واعتراضاً أجاب عنه 12 وجهاً. ونبدأ مستعينين بالله في التعليق على هذا الكتاب. فالمقدمة الأولى ذكرها بعد قوله وبعد، فيجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن. وموالاة المؤمنين معناها محبتهم ونصرتهم، وإذا حصلت المحبة والنصرة حصل القرب والولاية، لأن الولاية معناها القرب. وقد نطق بهذا القرآن في نصوص كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والقرآن نطق بوجوب موالاة المؤمنين في نصوص كثيرة، وحرم موالاة الكافرين والمنافقين كما في قوله سبحانه وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وكما في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الآية.
فهذه هي الولاية العامة. وأما الولاية الخاصة فهي ولاية العلماء، وذلك لعظيم منزلتهم. وقد علل المصنف رحمه الله وجوب ولاية العلماء بخمسة أمور. الأمر الأول أنهم ورثة الأنبياء، وذلك في قوله وهم ورثة الأنبياء، وهذا يدل عليه حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن العلماء ورثة الأنبياء، وهذا صريح في وراثة العلماء للأنبياء. والوراثة تقتضي القرب، لأن من شروط الإرث القرابة، أليس كذلك؟ فهذا يدل على قرابة العلماء من الأنبياء، لأن الإرث يقتضي القرب، والعلماء هم أقرب الناس للأنبياء. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى جعل العلماء بمنزلة النجوم التي يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وهذا ذكره في قوله الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. والنجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر كما قال الله سبحانه وتعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، والعلماء كذلك، لأن الناس يهتدون بالعلماء. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، فذكر النجوم وذكر العلماء الذين يعلمون. والعلماء والنجوم يشتركون في أوصاف، منها أن النجوم مرتفعة، أليس كذلك؟ والعلماء مرتفعون كما قال الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومنها أن النجوم منيرة، أليس كذلك؟ والعلماء كذلك منيرون لأنفسهم بالعمل الصالح ولغيرهم. والأمر الثالث أن النجوم يهتدى بها، وكذلك العلماء يهتدى بهم. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن البلد الذي ليس فيه مفتي لا يجوز السكن فيه، وذلك لأن الإنسان حينئذ إذا احتاج إلى الهداية لا يجد من يهتدي به، فقالوا لا يجوز السكن في بلد لا مفتي فيها، لأن الإنسان حينئذ إذا احتاج إلى من يهتدي به لا يجد من تحصل له به الهداية. الأمر الثالث أن المسلمين أجمعوا على هداية العلماء ودرايتهم، على هداية علماء الأمة الإسلامية ودرايتهم، أي أنهم مهتدون وأنهم لهم دراية بما في الكتاب والسنة. وهذه ميزة تميز بها علماء هذه الأمة، فإن جميع الأمم علماؤها شرارها ما عدا أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن علماءهم خيارهم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، وإنما يرث هداية الناس وتعليم الناس بعده العلماء. الأمر الرابع أن العلماء خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، وهذا
مقتضى كونهم وارثين للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم يخلفون أمته في البيان والهداية والوعظ وجمع الأمة. الأمر الخامس أن العلماء محيون لما مات من سنته صلى الله عليه وسلم واندثر منها، ولهذا قال والمحيون لما مات من سنته. وإذا لم يحي العلماء سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلن يحييها غيرهم، بهم قام الكتاب وبه قاموا. فالكتاب قام بالعلماء من جهة أنهم يحفظون حروفه ويحفظون معانيه، وبهذا يحصل قيام الكتاب فلا يضيع. وبه قاموا أي علماً وعملاً، وبهم نطق الكتاب يعني نطق الكتاب بالثناء عليهم، كما قال الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وبه نطقوا أي أن من صفات العلماء أنهم ينطقون بالقرآن قراءة وينطقون به تعليما. فهذه خمسة أمور توجب الولاية للعلماء، وهذه هي المقدمة التأصيلية الأولى. فإن قال قائل ما فائدة هذه المقدمة؟ والجواب على ذلك أن فائدة هذه المقدمة هي إجلال العلماء واحترامهم وحفظ حقوقهم، وهذا أصل من أصول أهل السنة أنهم يحفظون حقوق العلماء ويحترمونهم، لأنهم حراس الدين وحفاظ الملة. وإذا هدم سور العلماء انبنى على ذلك هدم الدين نفسه، فحفظ حقوق العلماء من حفظ الدين. والمراد بالعلماء الذين ورد الثناء عليهم هم علماء السنة المتبعون للكتاب والسنة، فهؤلاء هم العلماء الذين ورد الثناء عليهم ومدحهم في الكتاب والسنة. ولا يجوز للإنسان أن يطلق لسانه في لحوم العلماء، لأن لحوم العلماء مسمومة. ولهذا يقول ابن عساكر رحمه الله ومن أطلق لسانه في لحوم العلماء بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. ومن أطلق لسانه في لحوم العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، فإن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتهكي أعراضهم معلومة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولا يطلق أحد لسانه في لحوم العلماء إلا إنسان مفتون. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. المقدمة الثانية التأصيلية أنه ليس هناك أحد من العلماء المقبولين عند الأمة كالأئمة الأربعة والأوزاعي والليث بن سعد والسفيانين وغيرهم من علماء الأمة المقبولين، ليس أحد منهم يتعمد مخالفة الدليل من الكتاب والسنة، لأن الجميع متفقون على وجوب اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا اشتهر عنهم القول بأنه إذا صح الحديث فهو مذهبي، فيعلقون الحكم على صحة الحديث،
وقد ألف السبكي الكبير رسالة عنوانها قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، بين فيه أن الأئمة وعلى رأسهم الإمام الشافعي رحمه الله كانوا يعلقون القول على صحة الحديث، وهذا لأنهم يرون وجوب اتباع الدليل وعدم جواز مخالفته، وهذا هو مقتضى التعبد لله سبحانه وتعالى، لأن المسلم لا يجوز له إذا عرف الدليل أن يتعمد مخالفته، بل يجب عليه متابعته، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه المقدمة الثانية ذكرها في قوله: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر في آخر هذه المقدمة أنه إذا ورد عن أحد منهم مخالفة الدليل فلا بد له من عذر في ذلك، فقال: ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. وهذا الكلام نص عليه أيضا الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة، وذكر أنه لا يستجيز أن يعلم الدليل وأن يخالفه، وهكذا سائر أئمة الإسلام المقبولين لا يتعمدون مخالفة الدليل. نعم، قد يخالف أحد منهم الدليل، لكن هل هذه المخالفة متعمدة أو ليست متعمدة؟ ليست متعمدة، فإذا خالف الدليل لا بد أن يكون له عذر في مخالفته. ثم بعد أن انتهى من هذه المقدمة بدأ يتكلم على أعذار العلماء في مخالفة الأدلة، وأعذار العلماء تكلم عليها من جهتين: الجهة الأولى جهة إجمالية، والجهة الثانية جهة تفصيلية. فالجهة الإجمالية ذكر فيها أن أعذار العلماء لا تخرج عن ثلاثة أصناف. نعم، قال: وجميع الأعذار ثلاثة أصناف، أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة. نعم، ذكر أن الأعذار الكلية لا تخرج عن ثلاثة أصناف. الصنف الأول أن يعتقد المجتهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الحديث، إما لكونه يرى أن الراوي له ضعيفا، أو لكونه لم يبلغه الخبر، أو لنحو ذلك من الأسباب، بخلاف من قال بمقتضى الحديث فإنه يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فيحصل الخلاف بينهما، أحدهما يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، والآخر يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. والذي اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله عمل بمقتضى ما علم، والذي اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله معذور في مخالفة هذا الحديث، لأنه يعتقد أن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمخالفته هنا يعذر فيها أو لا يعذر فيها؟ يعذر فيها. وهذا الصنف الكلي يدخل فيه الأسباب الخمسة الأولى،
السبب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. الصنف الثاني أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لكن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد تلك المسألة المعينة، ومن خالفه يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد تلك المسألة المعينة، فيحصل الخلاف في تحقيق المناط، فكلاهما يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لكن أحدهما يعتقد أن هذه المسألة لا تدخل في هذا الحديث، والآخر يعتقد أن المسألة تدخل في هذا الحديث. فالذي يعتقد أن المسألة تدخل في مقتضى الحديث قال بموجب اعتقاده، والذي اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي اعتقد أن المسألة لا تدخل في هذا الحديث قال أيضا بموجب اعتقاده، فيكون معذورا في مخالفة هذا الحديث، ويكون اللوم عنه مرفوعا، لأنه يعتقد أن المسألة ليست داخلة في دلالة هذا الحديث. وهذا الصنف يدخل فيه السبب السادس والسبب السابع والسبب الثامن، يدخل فيه ثلاثة أسباب. الصنف الرابع أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، وأنه أراد تلك المسألة، لكن يعتقد أن حكمها منسوخ، بخلاف الآخر الذي خالفه فإنه يعتقد أن حكمها محكم ليس منسوخا، فيقع الخلاف بينهما. فمن خالف هذا الحديث معذور، لأنه يعتقد أن الشارع قد رفع حكم هذا الحديث ونسخه، ويكون اللوم عنه في المخالفة مرتفعا. وهذا الصنف يدخل فيه السبب التاسع والسبب العاشر. فهذه ثلاثة أصناف تجمع الأعذار لأهل العلم في مخالفة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار. ويمكن أن نضيف صنفا رابعا إجماليا، وهو أن يعتقد المجتهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث، وأنه أراد تلك المسألة، وأن الحكم ليس منسوخا، لكنه معارض بدليل أقوى منه، فيكون معذورا في مخالفته لاعتقاده ماذا؟ لاعتقاده وجود المعارض. ثم لما فرغ رحمه الله من ذكر الأعذار على وجه إجمالي بدأ يتكلم على ذكرها على وجه تفصيلي، وبدأ في السبب الأول فقال: قال السبب الأول أن لا يكون الحديث قد بلغه، ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه، وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر أو بموجب قياس أو موجب استصحاب، فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه أخرى. وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث، فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل الشيء فيسمعه أو يراه من يكون حاضرا، ويبلغه أولئك أو بعضهم لمن يبلغونه، فينتهي علم ذلك
إلى من شاء الله تعالى من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ثم في مجلس آخر قد يحدث أو يفتي أو يفتي أو يقضي أو يفعل شيئا ويشهده بعض من كان غائبا عن ذلك المجلس ويبلغونه لمن أمكنهم، فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء، وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء، وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته. وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن ادعاؤه قط. بدأ يتكلم على أسباب خلاف العلماء على وجه تفصيلي، فذكر السبب الأول وهو ألا يكون الحديث قد بلغ العالم الذي خالفه، ومن لم يبلغه الحديث فإنه لا يكلف أن يقول بمقتضاه، لأن من شرط التكليف العلم، لأن التكليف من شرطه العلم. أما غير العالم بشيء فإنه لا يكلف به، كما قال الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا تكليف إلا بعلم. وبناء على هذا فإنه إذا خالف هذا الحديث وقال بمقتضى آية من القرآن أو قال بمقتضى حديث آخر أو قال بمقتضى قياس أو قال بمقتضى دليل آخر من الأدلة المعتبرة فإنه يكون معذوراً أو ليس معذوراً، يكون معذوراً لأنه عمل بمقتضى علمه. وهذا السبب وهو المخالفة من أجل عدم العلم بالخبر والاطلاع عليه، ذكر لشيخ الإسلام رحمه الله أنه الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف، فإن الغالب عليهم أن أحدهم تحصل منه المخالفة بسبب عدم علمه بالخبر، وإنما كان هذا هو الغالب، لأن العالم إذا بلغه الخبر ولا سيما من الصحابة والتابعين وأتباعهم يفهمه فيقول بمقتضاه، لكنه إذا لم يبلغه تحصل منه المخالفة ويعذر بذلك. أما إذا بلغه فإن الغالب أنه يفهمه لأنهم عرب وهذه النصوص جاءت بلغة العرب فيفهمونها فلا تحصل منهم المخالفة، لكن الغالب على أقوال السلف التي خالفوا فيها الأخبار أنهم خالفوا لأجل أنهم لم يطلعوا على هذه الأخبار، وهذا الأمر طبعي لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولا يمكن لشخص واحد أن يحيط بجميع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوجد أحد لا من الصحابة ولا ممن بعدهم أحاط بجميع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما مجموع الأمة فلا تضيع شيئا من السنة، ولهذا ذكر العلماء كالشافعي رحمه الله وغيره أن مجموع الأمة لا تفقد شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفوت عليها شيء من ذلك، لأن هذا مقتضى قوله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وحفظ القرآن يلزم منه حفظ السنة لأن السنة هي بيان القرآن، فيلزم من حفظ القرآن أن تحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يضيع من السنة
على جميع الأمة شيء، بل الأمة بمجموعها محيطة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما شخص واحد فلا يمكن أن يحيط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يحدث أو يفتي أو يقضي بشيء فيسمعه بعض الصحابة ولا يسمعه بعضهم، فيقول من سمعه بمقتضى علمه ويعذر من لم يسمعه في مخالفته لعدم علمه بذلك. ولهذا قال: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أو يفتي أو يقضي إلى آخره. وهذا فيه بيان السبب في كونه لا يمكن أن يحيط أحد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفتي في بعض الأحوال ويقضي في بعض الأحوال ويحدث في بعض الأحوال، وليس كل الصحابة حاضرين عند النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحوال. فمن سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال به، ومن لم يعلم به ربما خالفه في ذلك. ثم ذكر أن العلماء ومنهم الصحابة يتفاضلون بأحد أمرين: الأمر الأول كثرة العلم، والأمر الثاني جودة العلم. وكثرة العلم المقصود به كثرة المحفوظات، وجودة العلم المقصود به تحقيق مسائل العلم وضبطها. والناس في هذا على أربع مراتب: المرتبة الأولى من يجمع بين كثرة العلم وتحقيق مسائله، وهؤلاء هم لأفضل العلماء الذين يجمعون بين كثرة الحفظ وجودة الفهم للمحفوظ وتحقيقه. المرتبة الثانية من حفظهم قليل وتحقيقهم لمسائل العلم قليل، وهؤلاء أدون المراتب وأقلها. المرتبة الرابعة الثالثة من يتميزون بكثرة الحفظ لكن تحقيقهم للمسائل قليل، فهم في تحقيق المسائل ليسوا مثلهم في كثرة الحفظ. المرتبة الرابعة عكسها، وهم من يتميزون بتحقيق المسائل وجودة العلم مع قلة الحفظ. وأي المرتبتين الأخيرتين الأفضل؟ كل مرتبة منهما تتميز بميزة، فالمرتبة الثالثة لها ميزة تفضل بها، فهي أفضل من جهة كثرة المحفوظات، والمرتبة الرابعة أفضل من جهة جودة العلم وتحقيق مسائله. فهذه تفضل من وجه وهذه تفضل من وجه آخر. ثم ذكر أن هذا يعتبر بأحوال الخلفاء الراشدين، الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، فإنه ليس أحد منهم قد أحاط بمسائل بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر رضي الله عنه فاته شيء كثير من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه فاته شيء كثير مع ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عثمان وعلي وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، فمن دونهم من الأئمة من باب أولى. فإذا كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مع شدة ملازمتهما للنبي صلى الله عليه وسلم فاتهما شيء كثير، فغيرهما من الصحابة ومن دون الصحابة
يفوتهم العلم وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. ولهذا قال: واعتبر ذلك، قال: واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين الذين هم أعلم الأمة بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأحواله، خصوصاً الصديق رضي الله عنه الذي لم يكن يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم حضراً ولا سفراً، بل كان يكون معه في غالب الأوقات، حتى إنه يسمر عنده بالليل في أمور المسلمين. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً ما كان يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. ثم إنه مع ذلك لما سئل أبو بكر رضي الله عنه عن ميراث الجدة قال: ما لك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء، ولكن أسأل الناس. فسألهم فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما فشهدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، وقد بلغ هذه السنة عمران بن حسين رضي الله عنه أيضا. وليس هؤلاء الثلاثة مثل أبي بكر وغيره من الخلفاء، ثم قد اختصوا بعلم هذه السنة التي قد اتفقت الأمة على العمل بها. نعم. فأبو بكر رضي الله عنه فاته علم ميراث الجدة، وقد علمه من هو أدنى منه، وهو المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة وعمران بن حسين رضي الله عنهم أجمعين. فهذا يدلنا على أن العالم قد لا تبلغه السنة فيخالف، فتكون مخالفته حينئذ عذراً له، لأنه لا يكلف أحد إلا إذا بلغه العلم. لكن متى يعذر الإنسان، ولا سيما في زماننا هذا؟ فلا يقول الإنسان إنه يذهب إلى رأي مع تقصيره في البحث عن السنة، ويتمسك بأن من أسباب الخلاف عدم العلم بالخبر. لا، هذا ليس مسوغا، لأن كلام شيخ الإسلام رحمه الله إنما هو في العلماء الذين حصل منهم خلاف، وأنهم إنما خالفوا من أجل عدم بلوغهم السنة. لكن في زماننا هذا يجب على العالم أن يبذل جهده في الوقوف على السنن، ولا سيما أنها قد جمعت وسهل الحصول عليها. فإذا بذل جهده واستطاعته ولم يقف على الخبر، فإنه حينئذ يرفع عنه الملام. نعم. قال: وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يعلم سنة الاستئذان حتى أخبره بها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، واستشهد بالأنصار، وعمر أعلم ممن حدثه بهذه السنة. ولم يكن عمر رضي الله عنه أيضاً يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها، بل يرى أن الدية للعاقلة، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه، وهو أمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض البوادي، يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي رضي الله عنه من دية زوجها، فترك رأيه لذلك، وقال: لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه. ولم يكن يعلم حكم المجوس في الجزية حتى أخبره عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. ولما قدم عمر رضي الله عنه سرغ، وبلغه أن الطاعون بالشام استشار المهاجرين الأولين الذين معه. نعم. سرغ هو مكان قريب من الشام،
بعد تبوك، يقولون إنه نهاية الحجاز وبداية الشام. نعم. استشار المهاجرين الأولين الذين معه ثم الأنصار ثم مسلمة الفتح، فأشار كل عليه بما رأى ولم يخبره أحد بسنة، حتى قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأخبره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، وأنه قال: إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. وتذاكر هو وابن عباس رضي الله عنهم أمر الذي تذاكر هو يعني عمر رضي الله عنه وابن عباس. نعم. وتذاكر هو وابن عباس رضي الله عنهم أمر الذي يشك في صلاته، فلم يكن قد بلغته السنة في ذلك، حتى قال عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يطرح الشك ويبني على ما استيقن. وكان عمر مرة في السفر فهاجت ريح، فجعل يقول: من يحدثنا عن الريح؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: فبلغني وأنا في أخريات الناس، فحثثت راحلتي حتى أدركته، فحدثته بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح. وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها. وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره، وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: فهذه مواضع لم يكن يعلمها عمر رضي الله عنه حتى بلغه إياها من ليس مثله. نعم. هذه ستة مواضع ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله عن عمر رضي الله عنه لم يعلمها حتى بلغه إياها من ليس مثله في العلم من الصحابة رضي الله عنهم. فإذا كان عمر رضي الله عنه لم يبلغه الخبر، فكيف بغيره من الصحابة وممن دونهم من الأئمة ومن بعدهم؟ نعم. ومواضع أخر لم يبلغه ما فيها من السنة فقضى فيها أو أفتى فيها بغير ذلك، مثل ما قضى في دية الأصابع أنها مختلفة بحسب منافعها، وقد كان عند أبي موسى وابن عباس رضي الله عنهم وهما دونه بكثير في العلم علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الإبهام والخنصر. فبلغت هذه السنة معاوية رضي الله عنه في إمارته فقضى بها، ولم يجد المسلمون بدًا من اتباع ذلك، ولم يكن ذلك الحديث عيبًا في حق عمر حيث لم يبلغه الحديث. وكذلك كان رضي الله عنه ينهى المحرم عن التطيب قبل الإحرام وقبل الإفاضة إلى مكة بعد رمي جمرة العقبة هو وابنه عبد الله بن عمر وغيرهما من أهل الفضل، ولم يبلغهم حديث عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. وكان يأمر لابس الخف أن يمسح عليه إلى أن يخلعه من غير توقيت، واتبعه على ذلك طائفة من السلف ولم تبلغهم أحاديث التوقيت التي صحت عند بعض من ليس مثلهم في العلم، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة صحيحة. نعم. وهذه أيضا ثلاثة مواضع أخر عن عمر رضي الله عنه لم يبلغه فيها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيها باجتهاده، تضاف إلى الستة السابقة، فتكون المواضع التي ذكرها رحمه الله عن عمر تسعة مواطن وغيرها كثير. فإذا كان عمر رضي الله عنه قد يفوته العلم لبعض السنة فينبهه غيره ممن هو دونه، أو يجتهد ويقضي أو يفتي بخلاف ذلك، فغير عمر رضي الله عنه من باب أولى. ثم ذكر أن عثمان رضي الله عنه أيضا
قد فاته بعض السنة فذكر موضعين وقال: وكذلك عثمان رضي الله عنه لم يكن عنده علم بأن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الموت حتى سمع حديث الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما بقضيتها لما توفي عنها زوجها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فأخذ به عثمان، وأهدي له مرة صيد كان قد صيد لأجله فهم بأكله، حتى أخبره علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد لحما أهدي له. نعم. وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد ذكر ثلاثة مواضع لم يعلم فيها رضي الله عنه بالخبر، فقال: وكذلك علي رضي الله عنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه، وإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، وذكر حديث الصلاة التوبة المشهور، وأفتى هو حديث صلاة التوبة المشهور هو ما رواه الإمام أحمد رحمه الله وغيره عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الآية. نعم. قال: وأفتى هو وابن عباس وغيرهما بأن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً تعتد أبعد الأجلين، ولم تكن قد بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، وقد توفي عنها زوجها سعد بن خولة، حيث أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأن عدتها وضع حملها، وأفتى هو وزيد وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم بأن المفوضة إذا مات عنها زوجها فلا مهر، المفوضة وهي المزوجة بلا مهر، إذا مات عنها زوجها، بأن المفوضة إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها، ولم تكن بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق رضي الله عنها. نعم، بروع وبروع، بعض أهل العلم يقول بروع وبعضهم يقول بروع. نعم. قال: وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا جدا، وأما المنقول منه عن غيرهم فلا يمكن الإحاطة به فإنه ألوف، فهؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفقهها وأتقاها وأفضلها، فمن بعدهم أنقصوا، فخفاء بعض السنة عليهم أولى، فلا يحتاج ذلك إلى بيان، فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماما معينا فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا. وذلك لما تقدم من أن الإحاطة بكل السنة لا تكون لواحد من الأمة، وذلك كالإحاطة بلغة العرب، فإن الإحاطة بلغة العرب لا تكون لأحد من الأمة، وإنما يحيط بها مجموع الأمة، فلا يشذ عنها شيء من لغة العرب، أما أن يحيط بها واحد فلا. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لا يحيط بلغة العرب إلا نبي، وذلك لانتشارها وسعتها. فكذلك السنة لا يحيط بها شخص إلا النبي صلى الله عليه وسلم، أما مجموع الأمة فلا يشذ عنها شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما لم يعلمه زيد من الناس من السنة يعلمه لغيره، وهكذا. ثم لما ذكر هذا السبب أورد اعتراضين
على طريقة أهل العلم في تقرير الأصل ثم إيراد الاعتراضات عليه والجواب عنهما، وهذان الاعتراضان سوف نتكلم عليهما إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد